وانت شو اسمك؟ احمد. هذا يتيم الابوين. لا اله الا الله. داعش؟ والله هو انخطف وبعد ما شفنا، وامه تبنت هنا يعني، وصار بها سرطان بالكلى. الله يشفينا شر الامراض ان شاء الله. ايش جميع يا رب. وتوفت هنا وتبناه جدا اللي هو ابو امه. ابو امه؟ اي والله. ابو انكسر. انكسر ما نعرف عنه شيء. اي هاي الدواعش. اي حمودي شلونك حبيبي؟ زين؟ تياصف؟ ثاني. شاطر؟ أكيد؟ شقد جيب الدرجات؟ ها؟ شقد جيب الدرجات يعني؟ عشرات كلها لو خمسات وهاي؟ يلا. بس نجاح. نجاح نجاح يلا إن شاء الله يا ربي. مدرستهم قريبة هنا؟ مدرسة كرفانات ويعني أش أقول لك رديعة إلى كلش. تنطلق وبتنتل. تنتل المطر ماكو دوام. المعلمين ينطونا من عندهم يعني. ايه. بالسبب يعني اللي يخافون عليهم لا ينتلون ماكو رال. كل صف باقل يعني اقل صف ب 45. 45 يعني. هو صف اول ابتدائي هو كرفان 6 ب 4. قاعدين كل 3 براحتهم. كل 3 واكو بينهم كل 4. ايه. بس قول لي شلون راح يتصل المعلومه لهذا الطفل وهو ابتدائيه؟ السلام عليكم. عليكم السلام حجي. هو اساس الدراسه الابتدائيه. زين هو بس ابتدائي هنا متوسطه وين؟ اكو متوسطه بسده واكو كلها مدارس هي بس كرفانات. كرفان سجاح شي كان الاساس هي المدرسه ابتدائيه. واذا ما تعلم في الابتدائيه بعد اذنش المدرسه اقرا عليهم السلام. صحيح. زين معلمين عندكم كاملين؟ كامل الدكاتره التدريسي كاملين. اي لا بالله بس يعني شلون تقول لي طلاب كثيرين نازحين طبعا 6-7000 ناس مهنه بالضبط. وتكونكم بمدارس؟ كلها مدارس ان شاء الله الحمد لله. شلونها معلميكم زينين؟ زينين الحمد لله والله. ها تدريس؟ ايه ما منهم اي قصور بس كثافة الطلاب النازحين ايه متفوقة على كل المدارس. ايه صحيح يجوا بها كتاب تقدير بسبب المعلمين الناجحين. ايه لان ماكو لا تلفزيون ولا كهرباء تجيكم فملتهين بالدراسة. ايه لا لا صحيح. ايه صح لو غلط؟ صحيح. من اللي راح يعني ينشا هنا يعني مثل هسه هذا هنا جي 10 سنين يعني هسه عمره 6 سنين يعني هنا روت هنا اي راح تتعلم. صحيح. يعني راح تقول هاي ما عندنا وطن. لا يعني هي صعبه واحد يقول لك اني قيم قاعد وبغربه عن من مكاني. ابو الخيرات. صحيح. هو جاي ينطي خير للباقي الدول. هو جاي ترى العراق هسه هو جاي ينطي وجاي تبرع هاي ام 6 سنوات وام 5 وعرب اللي سنه عمره او كذا بيهم الخير. انتم راح تبنون كل شيء بيكم الخير ان شاء الله. ايه نطلب من الله وشي نطلب احنا ان شاء الله من الحكومه ان بس تلتفت النازل ان شاء الله يا رب. ان شاء الله ترجعون سالمين غانمين لبيوتكم. والله امين امين ان شاء الله.